من كييف ينضم إلينا مراسلنا محمد زاوي. محمد، كييف تقول بأنها تلقت سربا من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع تصدت للكثير منها. كيف تبدو التطورات العسكرية؟ نعم سهام، الهجمات بطائرات الدرونز الإيرانية الصنع وفق ما قال الجانب الأوكراني الليلة الماضية مست بالأساس المنطقة الجنوبية. قيادة عمليات الجنوب في الجيش الأوكراني أشارت بأن روسيا أطلقت نحو 17 طائرة من هذا النوع، وأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 14 طائرة، منها 13 طائرة في منطقة أوديسا وطائرة واحدة في منطقة ميكولايف المجاورة، بينما أصابت بعض الطائرات منشأة صناعية بمنطقة أوديسا. طبعا الهجمات الروسية تكررت في عدد من المناطق بالمدفعية والقذائف الصاروخية، خاصة في المنطقة الجنوبية في خرسون وزابوريجيا، وكذلك في منطقة سومي في الشمال الشرقي، حيث أعلنت الإدارة العسكرية أيضا عن حدوث هجمات روسية متتالية على عدد من البلدات الحدودية ومناطق الجيش الأوكراني. طبعا التوتر الرئيسي وبؤرة القتال الرئيسية ما تزال مدينة باخموت ومدن أفدييفكا، ليمان وكذلك كامينكا التي يذكرها البيان اليومي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على مدار الأيام الأخيرة. هناك هجمات متكررة من قبل القوات الروسية. الجانب الأوكراني ما زال يصر على روايته بأن قواته ما زالت تحافظ على مواقعها سواء في باخموت أو في بقية المدن الأخرى على الخط الفاصل. كانت هناك زيارة سريعة لقائد القوات البرية في الجيش الأوكراني جنرال ألكسندر سيرسكي إلى الخطوط الأمامية في جبهة باخموت، ربما في رسالة رد على الجانب الروسي بشأن سيطرة قوات فاغنر على وسط المدينة. قيادة العمليات الشرقية في الجيش الأوكراني أيضا أشارت بأن القتال ما زال متمحورا في وسط المدينة. هناك محاولات متكررة للقوات الروسية من أجل اختراق الدفاعات الأوكرانية. في المقابل يقول الجانب الأوكراني بأن القوات الروسية تتكبد المزيد من الخسائر في مساعيها لاختراق الدفاعات الأوكرانية في الجبهة الشرقية سواء في دونيتسك أو في لوهانسك. سهام محمد زاوي من كييف، شكرا جزيلا لك.